تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هاليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبك كل اثنين. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، نرحب فيه من خلاله فيكم انتو، وهذا هو برنامجكم صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا في بداية البرنامج دائما أول شيء نرحب بالطاقة الموجود معنا في الأخراج، معي عيسى سبيل، صباحك الله بالخير. واليوم منسقة معي نجاة، صباح التوردي نجات، يعطيك ألف عافية، خلصت من البرنامج اللي قبلنا ومعنا الحين، يعطيك العافية نجات. واليوم بس معاكم محدثتكم دكتورة ندى الملا محمود، اليوم إجازة، نص إجازة تقريبا، المهم احنا بنعتبر إجازة بما أنه مو موجود في الإذاعة اليوم عليه غياب محمود. فاليوم إن شاء الله بكون معاكم على مدار ساعة من الوقت، نقدم من خلال هالمعلومة الصحية، نشر من خلال هالوعي، نجاوب فيها على أسئلتكم، وطبعا في قنوات تواصل عشان تتواصلون معنا وتعطونا ملاحظاتكم آرائكم. عندكم اقتراح تحسون ممكن يخدم القطاع الصحي في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام، فرقم التواصل على 600-55-1414 والرسالة النصية على 4006، وموجودين لايف بس على نور دبي على الانستغرام. طبعا في بداية كل حلقة أول شيء يكون عندنا الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما الجميلة أبدا وأبدا أبدا أسمى الجناحي. أسمى صباحك ورد. صباحكم نور سود دكتورة. هلا يا أسمى، شو عندك لنا اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي؟ اليوم إن شاء الله تكون العيادة الذكية، نتمنى أن الكل يتابع الساعة 11، راح نتكلم عن التدخين والإقلاع عن التدخين، وأيضا عن المواعيد والمراجعات في مركز الإقلاع عن التدخين في هيئة الصحة. ممتاز. وغير هذا كنا نتكلم عن في صحة وسعادة عن الحشوات القديمة والجديدة وآخر الابتكارات الجديدة في موضوع حشوات الأسنان، لأن في بعض الأشخاص بعضهم يستخدمون الطرق القديمة واللي هي لازم عقب كم من سنة يبدلونها، واللي يكون حديد واللي يكون نحاس، يعني في أشياء وايد أسهل وتسهل حياتهم أكثر الحين. صحيح. ونختمها بالرسالة الصباحية واللي هي تقول، دام مشكلة إن محمود مو بوياته، كنت بقول يا القائد يا القائد شوف دامنا مديرنا. المهم تقول: القائد الناجح هو من يحافظ على تطور نفسه، فأحرص دائما على أن تواكب كل جديد. إذا ما كان القائد مثال لموظفينه ما راح يعني يتبعون الموظفين إلا لأنه عنده صلاحيات فقط. صحيح صحيح يا أسماء. نحن نتمنى أن كل المدراء يكونوا مثال ويكونوا مرجع، يعني كل ما أنت كنت مرجع لموظفينك صحيح، كل ما أن هم كان تعاملهم معك أريح. أكيد صحيح يا أسماء. إذا ذكرينا بحسابات هيئة الصحة يا أسماء في السوشيال ميديا. حساباتنا اللي هي DHA_Dubai على تويتر، إنستغرام، في لا إنستغرام، سناب شات، فيسبوك، وتويتر. أما على يوتيوب ولينكدين وفيسبوك ودبي هيلث أثوريتي. أسماء ذكرتي أن العيادة الذكية بتكون اليوم موجودة من الساعة كم للساعة كم، وين ممكن يتابعونكم في العيادة الذكية؟ يقدرون يتابعون على البيريسكوب أو الانستغرام لايف من الساعة 11 لين الساعة 12. غير هذا اليوم إن شاء الله الساعة 12 عندنا إطلاق أو مؤتمر صحفي عن منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية، فاللي يبغى يعرف أخبار آخر الأخبار يتابعنا على تويتر، راح نحط الأخبار كلها وأيضا على حسابنا على سناب شات اللي هو DHA_Dubai. ممتاز، شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. نهار. يعطيك العافية. طبعا من وسائل التواصل الاجتماعي نروح للدراسة مالتنا اليوم. شو تقول دراسة؟ تقول مواد غذائية ترفع درجة ذكاء الطفل. كل أمهات سواء كنتوا أمهات أو بتسوون أمهات وحتى الأبهات اسمعوا هالدراسة. تقول: حدد خبراء التغذية بعض المواد الغذائية التي يجب إعطاؤها للطفل لتحسين عمل دماغه
وهي ضرورية قبل بلوغه 5 أعوام حيث يكون نمو الدماغ في ذروته. شو هالأكلات؟ رقم 1 الحبوب الكاملة وخاصة الشوفان الذي يعتبر مصدر مهم للكربوهيدرات المعقدة والألياف وفيتامين ب. هذه المواد تهضم ببطء مما يضمن حصول الطفل على مصدر دائم للطاقة. رقم 2 البيض مصدر مهم للبروتينات علاوة على أنه يحتوي على فيتامينات E, B12, D و A وصفارة أو المح يعد مزيجة مركزة من مادة الكولين الضرورية لنمو الدماغ. رقم 3 المكسرات الجوز واللوز والفول السوداني غني بفيتامينات E المضادة للأكسدة والجوز مهم جدا لصحة الدماغ لاحتوائه على أعلى نسبة من الأحماض الأمينية المختلفة. الحين رقم 4 الخضروات تعد الخضروات مصدرا لمضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على صحة خلايا الدماغ وهي مصدر ممتاز لحمض الفوليك والفيتامينات الأخرى والمعادن. بعدين عندنا الأسماك الدهنية تحتوي على نسب عالية من الأحماض الأمينية الأوميجا 3 الضرورية لنمو الدماغ وعمل القلب والأوعية الدموية وهي مصدر هام لفيتامين دال الضروري لنمو العظام والجهاز العصبي. وآخر واحد الزبادي أو الروب تتميز منتجات الألبان بأنها غنية بفيتامين دال الضروري لنمو أنسجة الدماغ والأعصاب وإنتاج الإنزيمات كما أنها مصدر البروتين والكربوهيدرات. طبعا هالأغذية ممكن كثير من الأمهات يقولون احتمال إحنا كثير من هالأغذية ما تتخضم أكل أطفالنا اليومي. ممكن الأمهات تسأل تقول كيف ممكن أدخل هذه الأكلات. طبعا إحنا دائما وأبدا ننصح الأمهات خصوصا بالبيض. البيض مصدر أساسي لكثير من الفيتامينات غني فيتامين دال. ويا أمهات لا تفصلوا الصفار عن البياض. إحنا نلاقي كثير من الأمهات يجون العيادة يقولون أنا أخاف ولدي يتحسس من البيض أشل الصفار منه. لا تتوقعين هو عنده حساسية من البيض. جربي أعطيه بياض البيضة كاملة وتشوفي لأن الصفار هو الغني بكل الفيتامينات خصوصا الفيتامين دال. في أمهات بعد واجي يشكون يقولون عياني يتمللون من البيض نعطيهم إياه. أنت نوعي في البيض. طبعا إحنا دائما ننصح أن البيض يكون مفور عشان نحافظ عليه ما يكون فيه دهون ما يكون ما يرتفع عند فيه الكوليسترول. بس عند الأطفال ممكن تنوعين سوي مرة مخفوق سوي مرة أومليت سوي مرة بيض عيون خصوصا الأطفال يحبون بيض عيون لأنه يخيس إيدهم وشي فيحبونه أكثر. جربي مرة مفور تشوفي الطفل يحب أي نوع من أنواع البيض وسوي له إياه لأنه جدا 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 مهم وعطيه بشكل يومي. إذا ما كان على الفطور عطيه على العشاء. ولكن البيض مكون جدا جدا أساسي. أنا أنصح دائما الأمهات الكنز اللي أنت عندك السهل أنت تسوين لطفلك هو البيض. بعدين نروح للأشياء الثانية هي الأسماك. ممكن كثير من أطفالنا إحنا ما ندخلهم الأسماك أو ما نعي أهمية الأسماك في غذاء أطفالنا اليومي. لكن الأسماك ترى الأسماك أولا معظمها تكون قليلة الدهون وقليلة في الكوليسترول وفيها فيتامينات كثيرة للطفل وتساعد وقت بناء في نمو العظام في نمو الجهاز العصبي في نمو الدماغ. فأنت بعد مرة أخرى تشوفي الطفل شو يحب. في أطفال ممكن لو حطيتي له السمك كالسمك ما يشتهي إنه يأكله. هذا هاي سياسة الأمهات. تشوفي كيف ممكن تدخلين له تحطين له في ساندويتش تفتتين له تحطين له مع سلطة تقصصين له تحطينه على جنب البطاطا المقلية مثل ما أنت تحبين. ولكن نوعه حتى ما أقول الأمهات لا تتبعين أسلوب واحد. الطفل ملول والطفل أحيانا الأكل ما يتقبله بشكله يعني لازم تغيرين فيه تحاورين فيه تخلينه مخشوش ضمن شيء ثاني عشان هو يتقبله. لكن الأسماك ترى جدا جدا عنصر مهم لأنها غنية بالأوميجا 3 وهي طبعا الأسماك الدهنية الموجودة. بعدين تي عندنا الشوفان. بعد الشوفان ممكن الأطفال ما يتقبلون طعمه. أسهل طريقة بالنسبة لي تعطين الطفل الشوفان في الشوربة لأن الشوفان يذوب بالتالي الطفل ما ينتبه لأنه في شوفان داخله. في أحيانا أمهات ممكن يعطونه يسمونه بوريج اللي هم اللي يخلطون الشوفان مع الحليب. في أطفال يحبونه بس أطفالنا بشكل عام يحس بينهم عندهم عداوة مع الشوفان ما يحبونه وايد. فأسهل طريقة تعطين طفلك الشوفان في الشوربة. بعد شو عندنا الخضروات. طبعا الحرب الأزلية مع الأمهات والأطفال هي الخضروات لأن الطفل ما يشوف أن خضروات تقول له فيجيتابلز هذه ما رح يأكلها. فالسر أنا مرة سألت خبيرة التغذية عندنا اسمها خبيرة التغذية ثريا يعطيها الصحة والعافية تسمعنا قلت لها كيف ممكن أعطي عيالي الخضروات ويتقبلونها. كانت تقول لي دكتورة سواء الخضروات أو الفواكه لازم أنت تقعدين مع الطفل وهو ياكل. الامهات شو يسوون يحطوا له في صحن ويتوقعون هو راح ياكل. هو ما راح ياكل لان الخضروات بالعاده لا تجذب الطفل ما فيها وايد طعم. فانت قعدي معاه واكلي مثلا اكلي نصها وسوي له مثلا مثل طياره الخضره ان هي مثل طياره وبتنزل في حلجه. انت قعدي معاه وعوديه انه ياكل بس حط
تحطينه في طبق وتعطينه، بالعادة الطفل ما راح يبادر بأكل الخضروات، راح تلاقيه ياكل كل اللي في الصحن وأكل الخضروات راح يخليها. نقصص له الجزر، البيبي كاروت، هالجزر الصغار، الكرافت اللي هو يحبونه، الخيار. أنا أحس معظم الأطفال يتقبلون الجزر نوعا ما لأنه مقرمش ولونه زاهي ولأنه طعمه حلو. ف شوفي شو طفلك يحب من هالخضروات ولا تقارنين بطفل آخر. إحنا المشكلة تكون عندنا لما الأم تقول والله ولد أختي يأكل أي شيء تحطين قدامه، ولدي أنا ما يأكل أي شيء. لا تقارنون. الأطفال نفس ما إحنا الكبار مختلفين، مثلا أنا ممكن أكل أي شيء بس أختي ما تأكل كل شيء. هاي اختلافات موجودة بين إحنا ككبار وين بعد الطفل الصغير، ولكن بشوية سياسة بشوية محايل أكل ماما هذا يخليك كبير. ودائما بيني للطفل فوائد هالشيء، أنت لو كذا بتسوي أكبر طفل في الصف، بتسوي أشطر طفل في الصف، بعطيك نجمة، بشلك، بوديك المكان أنت تحبه. يعني أعطيهم، حفزوهم بكلام جميل بيخلي عقلك أكبر، تستوي أذكى وغير هذا. ومخرجنا يقول وصلنا الفاصل، فرح أطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا موضوع وايد مهم، فبقوة لا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أول شيء بأرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. على الانستغرام يقولون صباح الابتسامة والسعادة، صباح الخير دكتور عندنا، صباحكم ورد، حياكم الله. روحك اليوم، هي والله محمود اليوم إجازة، غياب اليوم عن الإذاعة. صباح الخير دكتورة، صباحكم ورد. طبعا عندنا اليوم موضوع وايد جميل بنتكلم عنه، ألا وهو تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تطلق هيئة الصحة بدبي يوم 20 فبراير المقبل أعمال منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية. المقرر أن يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين والمخططين والأطباء من داخل الدولة وخارجها، مما سيجتمعون كافة تحت شعار واحد هو لنعد استشراف التجربة. والمقرر أيضا أن يضم المعرض المصاحب للمنتدى مجموعة مهمة من كبرى المؤسسات المحلية والعالمية العاملة في مجال الصحة والسياحة. بنتكلم عن هالمنتدى ومحاورة وكافة المعلومات اللي تبون تعرفونها عنه. معنا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة في دبي. صباحك ورد دكتورة ليلى. صباح النور والسرور دكتورة ندى، حياك الله. دكتور لين، ناخذ نبذه عامه او شيء عن هالمنتدى والمستهدفين من حضور هالمنتدى. طبعا جزاك الله خير على هاي الاستضافه، ونحن مفتقدين اخوي محمود اليوم مكان خالي. اكزاكتلي. جزاك الله خير. طبعا مثل ما تفضلتي، منتدى دبي العالمي للسياحه الصحيه، فعاليات المنتدى ان شاء الله بتبدا تاريخ 20 على مدى يومين ان شاء الله 20-21 فبراير في مدينة جميرة في دبي. بيكون هناك أكثر من 500 مشارك من مختلف دول العالم بيحضرون المنتدى إن شاء الله، وعندنا محاور ومواضيع ومناقشات عدة أهمها إذا استعرضها الحين، إن عندنا مستقبل، بنناقش مستقبل السياحة الصحية والتطورات التقنية في المجال هذا، كذا لذلك أهمية الشراكات الحكومية وشراكات القطاع الخاص لتحقيق أهداف واستراتيجيات دبي في السياحة الصحية، وكذلك إلى طرح العديد من المواضيع المتعلقة بمكانة دبي كمقصد للسياحة الصحية القادمين من مختلف دول العالم. ممتاز. دكتورة ليلى، شعار هذا المؤتمر هالسنة شعار شوية مميز، ممكن تخبرين شو فكرة هالشعار؟ طبعا الشعار لنعيد استشراف التجربة. إذا بس أحب أني أذكرك وأذكر المستمعين أن نحن العلامة التجارية لإمارة دبي الخاصة بالسياحة الصحية هي تجربة دبي الصحية، يعني نحن معتمدين على أن السائح يومي إمارة دبي بقصد العلاج أو الاستجمام، أن نتأكد أن التجربة التي يمر فيها هاي التجربة تكون مميزة
مميزة ويعني فريدة من نوعها على مستوى العالم. فنحن اليوم قلنا في المنتدى هذا بنعطي نفس شعار العلامة التجارية لإمارة دبي اللي هي نعيد استشراف التجربة، لكن من خلال المنتدى هذا نحن نحاول أن نصيغ التجربة هذه بطريقة إبداعية وبطريقة جديدة لنحطها قدام السائح العلاجي ونعطي تجربة مميزة وأكثر تميزا وأكثر إبداعا عن اللي كان يحصل عليها من قبل. ممتاز. مع المنتدى هذا بيكون في معرض، فشو أهم الأشياء اللي بتم عرضها في المعرض اللي تساهم في تعزيز السياحة الصحية؟ طبعا قبل أتكلم عن المعرض أحب أضيف بأن المنتدى بيكون معنا هاي السنة إن شاء الله المجلس العالمي للسياحة العلاجية بيكونون معنا، وبعد بيكون المنتدى متزامن مع المؤتمر العالمي للسياحة الصحية. طبعا يعني مؤتمرين إن شاء الله بيكونون مع بعض، وبيكون في معرض مصاحب للمنتدى، وبيحضر المعرض طبعا أكثر من 30 مستشفى مشارك، مستشفى عالمي ومحلي بيكونون موجودين في هذا المعرض، وبني بالخبراء اللي هم لديهم الخبرة في مجال السياحة الصحية ليتبادلون الخبرات والتجارب ويتعلمون من خبرة دبي في مجال السياحة الصحية والعلاجية. وكذلك بالإضافة إلى المعرض بيكون هناك جلسات حوارية، هناك 8 جلسات حوارية طبعا بالإضافة إلى 23 محاضرات في المحاور الرئيسية اللي ذكرناها، وهي المحاضرات بتقدم عن طريق 30 خبير إقليمي والعالمي في قطاع الصحة والسياحة. وكذلك بيكون هناك قمة خاصة، طبعا هالمرة نحن مسوين شيء مميز في المنتدى هذا وهو قمة خاصة بالسفراء الدبلوماسيين. نحن راح نجيب السفراء من دول مختلفة، طبعا السفراء هذا بيكون متواجدين في السفراء لدولة الإمارات، هم بيكونون من دول مختلفة بيكونون موجودين معنا في المنتدى يتحدثون عن خبراتهم في بلدانهم في مجال السياحة الصحية، وكيف أنهم الحضور يستفيدون من هاي الخبرات في هذه الدول. ممتاز. يعني وجود مثل هالسفراء في هالمنتدى أكيد يعطي وزن لهالمنتدى. القيمة أن وجود هالسفراء في مثل هالمنتدى دكتورة ليلى، شو القيمة اللي بيضيفها لهالمنتدى؟ طبعا احنا اخترنا سفراء من 5 دول مختلفة. الدول هذه على احنا اخترناهم على اساس ان في دول قطعت باع كبير في مجال السياحة الصحية والعلاجية، وهم ممكن نحن نستفيد من خبراتهم ونفيد الحضور من خبراتهم في المجال هذا. وفي الدول من 5 اللي اخترناهم دول الحين الجديدة في مجال السياحة العلاجية، فنحن جبناهم علشان نتعرف على الصعوبات اللي واجهتهم وكيفية انهم تغلبوا على هذه الصعوبات وكيف انهم قدروا انهم يضعون دولتهم على الخريطة العالمية للسياحة الصحية. طبعا مثل ما تعرفين ان نحن دائما نقول ان الزيادة السنوية للسياحة الصحية في إمارة دبي نحن دائما نقول ان هي قرابة 10%، وطبعا هذه كلها تي نتاج العلاقة المميزة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في إمارة دبي، وطبعا وهذه العلاقة قائمة على الشراكة والتكامل، وكلها تؤدي إلى أن نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة والأرقام التي نحن نطمح إليها إلى تحقيقها. لذا فإن في المؤتمر في المنتدى هذا معنا شركاء من القطاع الصحي الخاص، وكذلك شركائنا من مجال السياحة والطيران
فمعانا بس أذكر أسماءهم بسرعة: الشريك الصحي الرسمي اللي عندنا المستشفى الأمريكي في دبي، وشريك الطيران الرسمي اللي عندنا طبعا طيران الإمارات، وعندنا الراعي البلاتيني مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري ومستشفى NMC، وكذلك عندنا مستشفى كينغز كوليج وسمبي مستشفى سمبي وعيادة باليان كلينيك. ممتاز. طبعا وجود مثل هالشركاء يدعم تجربة دبي الصحية، هو مثل ما قلتي تضافر ما بين الجهود كلها بين القطاع الخاص وبين تجربة دبي الصحية هي اللي تخلينا نوصل للنجاح. دكتورة ليلى، وين تشوفين دبي الحين على خارطة السياحة الصحية حول العالم؟ طبعا دبي قطعت مجال كبير، في خطوات كبيرة في مجال السياحة الصحية، واليوم أنا أقول أن دبي هي صايرة مصدر للأنظار العالم عليها، وقاموا الدول حتى اللي كانوا بدأوا بالسياحة العلاجية والصحية قبلنا قاموا يستفيدون من تجربة دبي في السياحة الصحية. فعلى سبيل المثال نحن مثلا الشبكة الإلكترونية اللي عندنا اللي هي dxh.ae والتطبيق الذكي اللي عندنا، هذا التطبيق وهذه الشبكة الإلكترونية صاروا اليوم الناس يستفيدون من خبراتنا من أجل تطوير شبكاتهم الإلكترونية ونوافذهم الإلكترونية للسياحة الصحية. وكذلك نحن يعني سوينا منظومة متكاملة للسياحة الصحية في إمارة دبي، من التأشيرة العلاجية ومن التأمين العلاجي ومن تركيز على التجربة. في المنظومة المتكاملة هاي الناس اليوم دائما نحن نحصل على دعوات للتحدث عنها في المؤتمرات العالمية، وكذلك نحصل طلبات انهم الناس يزورونا في إمارة دبي في هيئة الصحة للتعرف على تجاربنا في هذا المجال. فالحمد لله قطعنا شوط كبير، طبعا هذا كله دعم من القيادة العليا ودعم من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة. أكيد. كلمة أخيرة حابة تشاركينا فيها دكتورة ليلى؟ أنا أحب أني أقول حق المعنيين في مجال السياحة الصحية وصناع القرار في المجال هذا، وكذلك العاملين في مجال السياحة الصحية من المستشفيات والوكلاء السفر وكذلك قطاع التأمين، بأنهم يشاركونا في المنتدى هذا اللي مثل ما تفضلت بيكون تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم الله يرحم الله يحفظه. فنحن هذا إن شاء الله بيكون في مدينة جميرة، وللحصول على معلومات أكثر فنحن نبغاكم تروحون تزورون موقعنا الإلكتروني dihtf.com، وإن شاء الله كلنا نشارك المنتدى لنعيد استشراف التجربة إن شاء الله. شاكرا لك دكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في هيئة الصحة في دبي، شاكرا لك، يعطيكم ألف عافية ونهارك سعيد. شكرا. شكرا لك. وصلنا للفاصل الحين، بعد الفاصل بنتكلم عن مبادرة جميلة جدا، هي مبادرة عطاء وسعادة وتكافل متكامل للمرضى المعسرين، فانتظرونا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أول شيء أذكركم برقم التواصل على 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. أطلقت هيئة الصحة بدبي من خلال إدارة التنظيم الصحي مبادرتها النوعية عطاء وسعادة، اللي تجمع للمرة الأولى قطاعي الصحة الحكومي والخاص لمساعدة المرضى المعسرين والتخفيف عن كاهلهم اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا، حيث نجحت الهيئة وبالتعاون مع مجموعة مميزة من المستشفيات الخاصة في توفير باقات من الخدمات المجانية والخصومات على بعض الخدمات الصحية المقدمة لدعم المرضى المعسرين ماديا. بموجب هالمبادرة النوعية خصصت المنشآت الصحية الخاصة الداعمة ميزانية تصل إلى 30 مليون درهم سنويا كدعم منها للمرضى المعسرين. حول مبادرة عطاء وسعادة وأهدافها النبيلة معانا في الاستوديو الأستاذة مريم جمال مرزوقي، إداري رئيسي في إدارة التنظيم الصحي. صباحك وردي مريم.
صباح النور والسرور. حياك. والأستاذ سالم اللاحي طبعا المعروف مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية في هيئة الصحة، صاحب مكتب بلا أبواب، مكاتب بلا أبواب. صباحك ورد أخي سالم. صباح النور. حياكم الله في الاستوديو. أختي مريم، نبتدي أول شيء معاك، شو فكرة مبادرة عطاء وسعادة وشو هي أهدافها؟ طبعا فكرة مبادرة عطاء وسعادة هي فكرة جت لمساعدة المعسرين ماديا ان نشيل عن كاهلهم مثل ما تقولين المشاكل النفسية او المشاكل المادية اللي ممكن يواجهونها. فصار بيننا وبين القطاع الخاص اتفاقية ان نستقبلهم عن طريق المستشفيات الخاصة ونحولهم لمكتب الشؤون، مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، عشان يعطوا موافقتهم لإعطائهم الخدمة اللي محتاجينها في سبيل رعاية صحية أفضل. ممتاز. من هم المستهدفين مثل هالمبادرة؟ أي شخص مقيم في دولة الإمارات على أرض هاي الوطن، ويعتبر من الناس اللي ذو دخل محدود او انه يعني ما عندهم امكانيه انهم يتعالجون. عشان احنا مثلا مثل ما تقولين عشان نعرف منو هاي الناس، فطالبين منهم بعض الاوراق والمستندات المطلوبه عشان نقدر نفرزهم، نعرف انهم فعلا محتاجين ويستحقون انهم يدخلون في هالبرنامج. ممتاز. أخوي سالم، ننتقل هالجانب التنظيمي مثل ما ذكرنا الحين، جانب الإنساني من مبادرة عطاء وسعادة، كيف تم الترتيب؟ شو الحالات وشو الخدمات اللي تقدم ضمن هالمبادرة؟ أو طبعا في البداية أنا أشكركم أنكم تضيفونا للمجال هذا. طبعا هو طبعا كان في التخطيط المبدئي كان في البدايات مع الأخت مريم بعد ما فكروا في الفكرة هذه، وكان هم طبعا هم مقدمي الخدمة كلهم مسجلين تحت التنظيم الصحي. فصار الخطة أنه في مبادرات موجودة في الميدان من خلال المستشفيات الخاصة والمقدمي الخدمة هذه. فكانت الفكرة من الأخت مريم أنه يكون أن الأفكار هاي أو البرامج هاي تكون تحت مظلة تشرف عليها هيئة الصحة، تعطيها قوة يعني اجتماعية أكثر. صار التخطيط أن احنا بدينا البرنامج بزيارة المستشفيات هذه، عرضنا عليها الفكرة أنا والأخت مريم، عرضنا عليها شو يقدرون هم يقدمون كبرامج يعني لدعم المرضى، الفئات اللي نحن نستهدفها في البرنامج هذا. فصار التخطيط للفكرة يعني من البدايات هذه، وأبدأ يعني عدد من المستشفيات هذه ومقدمي الخدمة أن يكونون جزء من البرامج. والحمد لله نتفاجأنا أن بعد البرامج اللي فكروا فيها، يعني نحن ممكن ما حاطينا في البال انه يقول لك انا بعمل 100 عملية او 200 صحيح يعني برنامج دعم، فكل هذه كلها بتكون تحت مظلة واشراف الاخوان في التنظيم الصحي كمستشفيات خاصة. طبعا النتائج هاي بتعرض بين فترة وفترة على يعني الفريق العمل اللي مكون لتقييمها واعطاء هذه. طبعا احنا بالتنسيق وياهم عملنا فريق عمل آخر اللي هو تقييم يعني الحالات الإنسانية اللي تعرض من خلال المستشفيات هذه والموافقة عليها كبلان، أن يعني شو البرنامج العلاج اللي قطع لهم من خلال المستشفيات هذه. فهني احنا شكل ما تقولين طبعا في الحسبان التأمين الصحي، في الحسبان شو نوع العلاج أو هذه، فالحمد لله صار فيه يعني شكل ما تقولين برنامج متكامل لمثل الفئات هذه يعني. ممتاز. شو الحالات اللي تم علاجها في ضمن هالمبادرة؟ أظني احنا اتفقنا او في برامج اتفقوا وياها، يعني في جهات وافقت على ان مثلا تقدم اظني 100 حالة اخصاب تقريبا او 200 حالة اخصاب من خلال احد الشركاء، عمليات من خلال المستشفى برضه في عمليات اظني، وفي بعض الخدمات مثل الماموغرام، السكري، السمنة المفرطة، بعض التحاليل المخبرية، الأشعة، سيتي سكان،
طبعا هاي الخدمات مختلفة على حسب المنشأة الصحية اللي تقدمها. ممتاز. يعني هالمبادرة ما تشمل فقط العمليات الجراحية الكبيرة، حتى الأشياء البسيطة نفس التحاليل، تحاليل الدم، تحاليل الأشعة العادية ممكن واحد ما يقدر يسويها عشان يتم الكشف مثلا عن المرض اللي عنده وبالتالي يحصل على العلاج. من هم شركائكم أو مجموعة المستشفيات الخاصة اللي ساهمت معاكم في هالمبادرة؟ عندنا مستشفى الكندي التخصصي، مستشفى الدولي الحديث، مركز فقيه للخصاب، مستشفى زليخة، مستشفى الإمارات بالهول، أعتقد 6 مستشفيات ذكرتم، تقريبا 6 مستشفيات اللي هم يعني بدينا وياهم البرنامج الحين. طبعا مرينا على أكثر من مستشفى وأكثر من مقدمي خدمة، وهذه اللي أبدوا يعني عرضوا برامج يعني الواحد يستاهل أن تدخل في المظلة هذه. نتمنى إن شاء الله إلى تزيد الشبكة إن شاء الله. ممتاز. مثل ما ذكرنا في البداية الميزانية تصل تقريبا 30 مليون درهم، فهالميزانية كيف تم تخصيصها؟ كيف بتم صرفها؟ كم الحد لكل مريض أو لكل حالة؟ طبعا كل مستشفى حاط ميزانية محددة. في مستشفيات حاطين 5 ملايين، في مستشفيات حاطين 13 مليون، ووزعوا مثلا لحاط مثلا 13 مليون، وزعوا مثلا أنا عندي 200 مريض مثلا بسوي له فحوصات مخبرية بقيمة هالكثر يطلع إجمالي، عندي 50 مريض بسوي لها سيتي سكان بقيمة هالمبلغ. فبالتالي مجموع الخدمات ومجموع المبالغ على كل خدمة يصل مثلا البجت اللي حاطينه كل مستشفى البجت الإجمالي ك 13 مليون أو 5 ملايين أو مليون أو 500 ألف. هو يعني حسبنا احنا نوع الخدمات المقدمه وتقديريا كم المبالغ اللي بتكون تكلفتها، فطلع يعني المجموع الاجمالي يعني تقريبا 31 مليون اللي هي البرامج اللي بتقدمها المستشفيات هذه. ممتاز. كيف تتاكدوا من الحالات فعلا تستحق ان تكون ضمن مبادره عطاء وسعاده؟ طبعا احنا سوينا فريق عمل يعني في مكتب الخدمات الانسانيه بالتنسيق ويا الاخوان في التنظيم الصحي عن الحالات هذه، وصار أن في منسقين في المستشفيات يتواصلون ويانا دايركت المريض اللي هم يشوفون أنه يحتاج عملية وما قادر يدفع ولا هذا، فيحولون لنا بالمستندات اللي نحن اتفقنا وياهم تكون موجودة، وعلى ضوها نعطيهم أن هذه الحالة ممكن تدخل البرنامج وتتسكمل العلاج بتكلفتهم هم، بس احنا تنظيميا نحن نكون نشرف عليها، أكدون أن هي الحالة مستوفية الشروط. إذا كان في مريض حالة مرضية ممكن يحتاج علاجها مستشفيين مختلفين، كيف ممكن يتم التنسيق في الحالة؟ وأظني إحنا اتفقنا ويا الأخت مريم يوم زيارة أن نتفق على شو الخدمات المقدمة في المستشفيات هذه، وكل المستشفيات بتكون عندها علم بالخدمات المقدمة. يعني مثلا أنا أعرف أن مثلا تصوير الموموغراف بيكون مجانا في المستشفى الفلاني. ممتاز. فحتى لو أنا راجع مثلا المستشفى هذا والخدمة هاي مو موجودة عندي يقول لي لا أنت روح المستشفى الفلاني ترى هذه في برنامج بيغطيها مثلا. ممتاز. فصار أن في نوعية الخدمات هذه صار فيها تنسيق حتى في عملية التحويل على، لأن البرنامج بيكون معروف. قبل كان في اجتهادات كل مستشفى يشتغل روحه وما يعرف المظلة هذه، فهاي المظلة شوية نظمت العلاقات هاي الداخلية يعني مثلاً. ممتاز. بعد ما تدرسون الحالة كيف يحصل المريض الحين على الخدمة؟ يعني وصلت الحالة المستشفى وقيمتوها وشفتوا أنها تستوفي الشروط، شو الخطوة التالية بتكون؟ طبعا هاي يعتمد على حالة المريض. فلما المريض يدخل المستشفى ويعرف ان هالمستشفى بتقدم له الخدمة وبعدين يحصل موافقة عن طريق مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، تبدأ المستشفى تقدم له الخدمة، الخدمة العلاجية اللي هو محتاجينها. عقب ما يحصل الخدمة كاملا بتكون في أوراق يوقع عليها ان فعلا هو استفاد من هاي المبادرة واستفاد من الخدمة الموجودة، بتكون بهاي الطريقة. طبعا هاي المرضى يعني فالمريض يقيم حالته من قبل الطبيب. صحيح.
لأنه ما يستوي مثلا مريض يطلب الخدمة هو يمكن في نظره محتاج مثلا النوع من العلاج، لكن في نظر الدكتور لا، علاج من نوعية ثانية مثلا هو محتاج. ممتاز ممتاز. المبادرة هل تشمل فقط العلاج الأساسي مثلا أشعة عملية، ولكن حتى تبعات العلاج مثلا يحتاج أدوية، يستمر على يعيد تحاليل بعد مدة، أدوية فترة طويلة، هل تغطي بعد هالشيء؟ هو يرجع على تقييم المستشفى، نحن أعطينا حرية في المستشفيات أن تقيم الحالة وشو الخدمة اللي بتقدمها بعد موافقتنا إحنا اللي هي يعني الحالة هذه تدخل البرنامج أو لا. فالمستشفى هو اللي يعرض علينا الخدمات اللي بقدمها للمريض هذا، يعني من A to Z شكل. ممتاز. هل مبادرة عطاء وسعادة مع القطاع الخاص يعني المرضى الحالات توصلهم بعد فعلا مبادرة جميلة داخلية لمرضى يوصلون لمستشفيات هيئة الصحة في دبي ويكونوا معسرين؟ تكلمنا عنها أخوي سالم. طبعا احنا دورنا في هيئة الصحة أو مكتب الخدمات الإنسانية بشكل عام عندنا مبادرات كثيرة في دعم المرضى المعسرين، يعني إن كان داخل الهيئة اللي هم من البرنامج الرئيسي اللي هو من نقول إحنا من التقرير الطبي لغاية العمليات حتى. فمكتب الخدمات الإنسانية في هيئة الصحة يعني معنا بهذه الحالات يعني دائما، ودائما يعني الخدمات هاي الحمد لله إحنا السنة غطينا برامج كثيرة، يعني يمكن عدينا يعني التارجت اللي إحنا حاطينه للسنة. ممتاز. فالحمد لله عدينا يعني بنسب كبيرة يعني الحمد لله. انت تعطينا اهم البرامج يعني حنسلط عليها الضوء، عندكم برامج مميزة في مكتب الخدمات الانسانية، تعطينا على الاقل برنامجين او ثلاثة اهم البرامج اللي انتم قدمتوها. طبعا البرامج اللي احنا يعني ركزنا عليها السنة مبادرة اللي هي انقذ قلبا في مستشفى دبي وراشد اللي هي بالنسبة للذبحة الصدرية، حط عملنا لها برنامج علاجي كامل يعني من اول ما يشخص عن طريق الطبيب ان هذا عنده ذبحة صدرية ولازم التدخل السريع، يتحول على الخدمة الاجتماعية كحالة وتقيم يعني اجتماعيا وماديا، ويدخل برنامج القسطرة مع برنامج تأهيلي للقلب مع أشعة مع أدوية لمدة 6 أشهر أساسا المريض ما يرجع مرة ثانية. عندنا بالتنسيق مع نور دبي للعيون برنامج العيون، أي عمليات عيون يعني تخصصية في مستشفى راشد في مستشفى دبي بالتنسيق مع الأخوان في نور دبي أنهم يتكفلون بالحالات هذه. فهي من المبادرات النوعية اللي نحن بديناها. عندنا الحالات الإنسانية بشكل عام، مرضى الكانسر، مرضى السرطان اللي هم الام اس اللي هو التصلب الويحي، هاي كلها لها برامج دعم يعني خاصة البرامج الدوائية، برامج دعم يعني مستمرة يعني ما بأنها تنقطع في جلسة وجلستين. فهي كلها يعني عطتنا السنة في الميدان يعني أن في نتائج حلوة إن شاء الله تطلع بالتقرير النهائي إن شاء الله. إن شاء الله. في مبادرة بعد جميلة للموظفين، الموظفين ممكن يساعد موظف آخر معسر، مبادرة أظن وياك اسمها؟ لا يمناك. يمناك يمناك يمناك. تكلمنا على مبادرة يمناك. طبعا هي مبادرة الأخوان مع الموارد البشرية، أطلقت يعني من خلال فكرة كانت موجودة في السابق، والأخوان في الموارد البشرية أعادوا إطلاقها بطريقة منظمة، فيها اشتراكات اختيارية من موظفي هيئة الصحة لبرنامج يمناك، واشتراكات بسيطة يعني بالاتفاق بالموافقة أن يقتطع من راتبه جزئية معينة من راتب. حطينا تصور لخدمات يعني تقدم للمرضى هذه إن كانت علاجية لهم أو لأهاليهم ما يكونوا مغطاين بالإنشورنس، أو بعض البرامج اللي هي تعتبر لازم يكون فيها شكل ما نقول إحنا تكاتف بين موظفي الهيئة، أني أنا ساعدت مريض فلاني بدون ما يدري بي. صحيح. بس أنا عضو في مثلا مشترك في يوناك مثلا، الأقساط التعليم العلاج برامج تحتاج دعم مادي معين، فكل هذه عمل فريق عمل موجود برئاسة الأخت آمنة السويدي بعد. صحيح. يعني وعضويتنا احنا كعضو معاهم يعني، وحطينا حتى لها يعني آلية معينة للتنفيذ يعني. ممتاز. قبل فترة أطلق سيد صاحب السمو الشيخ حمدان مبادرة يوم لدبي، فأنت كنت تقول لي قبل ما نطلع الهواء في عندكم مبادرة جميلة بمناسبة اليوم، فممكن تقولنا شو مجهزين ليوم لدبي؟ طبعا احنا يعني ليوم لدبي احنا يعني عرضنا على معالي المدير العام فكرة ان احنا نعمل يعني تماشيا مع اطلاق مبادرة يوم لدبي، عملنا فكرة ان نعمل يوم في حتى
يعني هو يوم تطوعي بس برنامج تطوعي، يعني مش أن يوم واحد وخلاص. اتفقنا ويا الأخوان في مستشفى حتى أن يكون التصور أن يكون المبادرة طالعة من مستشفى أو من هيئة الصحة، يشارك ويانا كل المؤسسات الحكومية الموجودة في حتى في الحملة هذه، كانوا القيادة العامة لشرطة دبي، البلدية، الهيئة الطرق، حتى الجمعيات الخيرية اللي موجودة هناك. فبنعمل احنا اختارينا فئة معينة أو فئة يعني بيكون الشغل عليها اللي هم الكبار السن وأصحاب الهمم. بيكون في زيارات ميدانية للمناطق هذه، بيكون في برنامج متكامل من خلال المؤسسات الحكومية، كل واحد بيأخذ الجزء المختص فيه. ممتاز. فبتكون فيها حملة تطوعية لنوعية البرامج. احتمال نحن خلال الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده بيكون في جلسة أو يعني إطلاقة للمبادرة، والمبادرة بتتكرر لأكثر من فترة يعني إن شاء الله، وبيكون إن شاء الله نتائجها أن نحن عملنا برنامج تطوعي. صحيح. يعني مقنن شكل ما تقولين، وله نتائج إن شاء الله تكون مع الوقت يعني بشكل منظم أكثر يعني إن شاء الله. ممتاز. شو الخدمات تطمحون تقدمون لها في مكتب الخدمات الإنسانية خلال 2018؟ طبعا احنا أظن احنا اليوم بعد السنة احنا بارت أو جزء من عام زايد، يعني صحيح. كفريق عمل احنا بعد دخلنا في جزء كعام زايد، حتى المقترح حتى مبادرة عطاء وسعادة تكون من ضمن فقرات أو برامج عام زايد. يعني نحن إن شاء الله حاطين يعني سبحان الله نحن البرامج هاي دائما تدعم أنشطتنا نحن يعني. صحيح. يعني إن كان عام الخير العام الماضي والسنة عام زايد، في برامج بتكون جديدة شوية نوعيا بالنسبة للمرضى، مثلا لمرضى الكانسر أو السرطان أو مرضى اللي هو نحن نشكل فريق يعني جديد بمفهوم جديد، يعني بيكون إن شاء الله بس نخلصها إن شاء الله نعرضها عليكم إن شاء الله. ناخذ كلمة أخيرة أختي مريم جمال، تعطينا كلمة أخيرة. بغيت أضيف على نوعية الخدمات المقدمة للمرضى المعسرين، في بعض الخدمات لا تشمل مرضى الكلى، في بعض الخدمات اللي تساعد كبار السن، أنا بيكون في مثلا نيرس تصير لهم مدة معينة البيت وتقدم لهم رعاية صحية. فهي بس مش محصورة بمية عملية جراحية وبعض الخدمات البسيطة، لا بعد فيها يعني كمساعدة لكبار العمر، لمرضى الكلى، لوايد يعني كاتيجوريز من المرضى. ممتاز. الموجودين. فاللي حاب صراحة يستفيد من الخدمات فما يتردد أو أنه يقول لا ممكن تكون دعاية وإحنا ممكن ما يعني نوفر لهم هالخدمات، فإحنا كإدارة تنظيم صحي وهيئة صحة دبي مع مكتب شؤون الإنسانية والمجتمع نأكد لهم أن هذه الخدمات موجودة ويقدرون يطلبونها أي وقت ويستفيدون منها. شكرا لك أختي مريم. أخي سالم كلمة أخيرة. محمود يزعل يقول لازم بتقول كلمة أخيرة. ما عندي كلمة أخيرة. الله أخير. يعطيكم العافية أختي مريم جمال مرزوقي إداري رئيسي في إدارة التنظيم الصحي، وأخوي سالم اللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية في صحة دبي، يعطيكم ألف عافية وزاكم الله خير على الجهد اللي تسوونه لخدمة المرضى المعسرين، وإن شاء الله نأمل يكون في تطور أكثر بعد في الخدمات. يعطيكم العافية. احنا وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة. اشكر عيسى السبيل في الاخراج ونجاة السويدي في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. الى ان نلقاكم ان شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.